اشتغل وعن هذا اشتغل اشتغل بس اشتغل. والله يا اخوي ما انا عارف، والله ما انا عارف كيف الوزاره بتعين امثالكم. بس احنا مواطنين، مواطنين كيفنا، نداوم ما نداوم، ناخذ رواتب بلادنا كيفنا. انت يبا ناهبين نهبه، اشتغل بس اشتغل، شوف اكل عيشك. انت حتى على المواطنين مالك شغل، المواطنين مواطنين كيفنا يا ابوي. طبعا مواطن يشتغل ما يشتغل راتبه اول الشهر. يلا يا اخوي تكلم مع الناس باسلوب عدل، ايش فيك يا اخوي؟ هذا مو بشغلك، شغلي انا لو سمحت. شغلك هذا مواطن، ايش فيك ما تشوفه؟ مواطن ولا غير مواطن، كل الناس سواسية يا اخي هون. لا سواسية عندكم، عندنا احنا المواطنين لازم نميزهم يا اخي. لا حول ولا قوة الا بالله. عندي كلمك اللي شبيت فيه خلاص، هذا احترم المواطنين عاد بس ولا ذراك. يلا اول طيارة بس وقت تكلم يا حجي. خاف الله، اتقي الله يا حجي انت وياه. اذا اوراقك ما وصلت من المحكمة احنا شو نسوي؟ شو تقول له اتق الله؟ مواطن تقول حق مواطن، ايش فيك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. مواطن هذا تهاوش وتصارخ عليه. لو سمحت خليك بشغلك اخوي عبد العزيز. يا اخي هذا يعرف رب اكثر منك يا اخي، وقت تكلم ولا كلمة. والله العلي العظيم ترى اسمك موجود هناك اول وين؟ اول كشف مال تفنيشات انت وياهم بس ولا كلمه.